خليني هنا اخد معانا دكتور جمال سلامه استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور جمال. اهلا استاذ. اهلا اهلا اهلا. ازاي الصحه يا فندم؟ يا رب تكون كل حاجه بخير. اهلا بالمشاهدين. دكتور جمال، يعني كيف ترى هذا المشهد الراهن خاصه بعد الوضع الاخير ما بين ايران وما بين اسرائيل؟ يعني طبعا بدايه الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من ان الصراع سوف يتوسع او يتسع، وهذا بالفعل في الشهر الاول من اكتوبر في العام الماضي، وبالتالي يعني تحدث عن انه يعني حذر من اتساع رقعة الصراع، وهذا ما نشهده الان. نحن نتحدث عن اتساع رقعة الصراع ليس فقط بين اسرائيل وبين فلسطين، لكننا نتحدث دخل على 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 الخط اليمن والعراق ولبنان وسوريا، ثم بعد ذلك في الأسبوع الماضي أو بالأمس الأول نجد إيران دخلت على الخط، فبالتالي نحن أمام رقعة متسعة تنذر بحرب إقليمية، ولا سيما بأن إسرائيل بتتوعد بالرد على إيران. فبالتالي ما لم يكن هناك يعني وقف لهذا التصعيد، وبالتالي وهذا ما تحرص عليه مصر. يعني وزير الخارجية اتصل بوزيري خارجية إسرائيل وزير خارجية إيران بعد الهجوم الإيراني على فلسطين المحتلة، وبالتالي يعني حذر من ضرورة ضبط النفس وضرورة يعني عدم الإنجرار إلى توسيع الصراع يعني بين إيران وبين العدو الصهيوني. فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أننا أمام يعني بوادر لحرب إقليمية متسعة، ولا سيما نحن أمام عدو، هذا العدو يعني لا يقنع بما سلب. فبالتالي أنا أعتقد في ضوء ذلك نجد أن الدور المصري أو حرص مصر ليس فقط من قبيل أن القضية الفلسطينية هي قضية تاريخية بالنسبة لمصر، لا، هي قضية أمن قومي طبعا بالنسبة لمصر. طيب هنا دكتور جمال خليني هطرح سؤال، وقد يكون هذا السؤال أيضا عنوان: هل هناك تعمد لتطويق مصر بالمشكلات؟ هل هناك محاولة بشكل أو بآخر لجر مصر إلى عتبات حرب؟ يعني العلاقات في إطار العلاقات الدولية، العلاقات الدولية هي يعني بتعمد إلى، ما فيش حاجة اسمها صديق أو معاهدة سلام أو معاهدة تسوية، كل هذا بالفعل يعني غير وارد في العلاقات الدولية. العلاقات الدولية هي محاولة إضعاف الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر هو بتعتبره أو بتعتقد أنه صديق، أو أننا يعني أبرمنا معه إطار اتفاقية تسوية. هل إسرائيل لا تعمد إلى استباق التسلح؟ نحن أمام دولة لديها يعني على التخبيرات تتحدث عن أن لديها 200 رأس نووي، فبالتالي يعني في إطار سباق. نحن أمام دولة بتعمل إلى تحالفات سواء مع الولايات المتحدة أو مع دول من الاتحاد الأوروبي، وهي محتضنة كذلك من هذه الدول. مصر يعني دعني أقول لك أن بالرغم من اتفاقية التسوية بين مصر وبين الكيان الصهيوني، مصر لم تخرج من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي. مصر طبعا في قلب الصراع العربي الإسرائيلي. هناك فرق بين الحرب وبين الصراع. الحرب هي مجرد أداة من أدوات الصراع، لكن الصراع له أدوات عدة من ضمنها الحرب الباردة والتنافس على اكتساب مناطق نفوذ وسباقات التسلح، كل هذه أدوات من أدوات الصراع. فبالتالي يعني إذا كانت هذه الاتفاقية أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، لكنها لم تنهي حالة الصراع. طيب، ومع التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح أو بترحيل أهالي رفح إلى مصر هي دليل على ذلك أننا في دائرة الصراع. طيب هنا برضو عايز أفكر مع حضرتك يا دكتور بصوت عالي، هل التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باستهداف قواعد أو منشآت نووية إيرانية وما إلى ذلك، هل ده من الممكن أن يلقى قبول من الولايات المتحدة الأمريكية، علما أنه يعني في رأي المتواضع جدا هي أمريكا داعم سياسي رئيسي للبرنامج النووي الإيراني؟ يعني أنا لا أعتقد أن أمريكا ليست داعما رئيسيا للبرنامج النووي الإيراني، لكن يعني أعتقد طبعا أن
يعني الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلجم إسرائيل بشأن استهداف المنشآت النووية يمكن، لكن أنا أعتقد طبعا أن الرد الإسرائيلي سوف يكون ردا موجعا بالنسبة لإيران، رد يعني مباشر ولا رد عند الوكلاء، لكن ليس لاستهداف منشآت نووية بالنسبة لإيران. طيب هذا الرد الموجع ردا مباشرا داخل الأراضي الإيرانية ولا رد على إيران عن طريق الوكلاء؟ يعني يتم استهداف حزب الله، يتم استهداف مواقع سورية، يتم استهداف مجموعة عبد الملك الحوثي في اليمن إلى آخره. يعني يمكن كل الخيارات مفتوحة أمام إسرائيل، نحن أمام معدول. يعني المتحدث باسم الوزارة الإسرائيلية يعني صرح بذلك وقال أننا يعني كل الخيارات مفتوحة بالنسبة له، وبالتالي أنا أعتقد طبعا سوف يكون ردا في داخل العمق الإيراني. لا تنسى أن إسرائيل طالما استهدفت المنشآت الإيرانية واستهدفت بعض العلماء الإيرانيين في الشهور الماضية وناهيك عن قادة الحرس الثوري الإيراني، فبالتالي أنا أعتقد طبعا يعني أن إسرائيل لديها الإمكانية. دعني أقول لك أيضا يعني برغم أن البعض كان بيتحدث عن تمثيلية أو مسرحية إيرانية، أنا لا أعتبرها تمثيلية أو مسرحية، أنا أعتبر أن إيران أيضا كانت حذرة وكانت مترددة في استخدام يعني كل ما لديها من أدوات لإصابة العمق الصهيوني. إيران التقديرات العسكرية بتتحدث عن أن لديها صواريخ بالستية قدراتها أكثر من 3000 كيلو متر مربع وكيلو متر، يعني تستطيع أن تحمل رؤوسا نووية. فبالتالي أنا أعتقد طبعا أن إيران، لكن إذا استخدمت إسرائيل وإذا يعني لا إيران تريد حربا موسعة ولا إسرائيل أيضا تريد حربا موسعة، لأن هذا يعني سوف يتصادم مع رأي أو رغبة الولايات المتحدة التي بالفعل يعني تريد الحفاظ على مصالحها في المنطقة. طيب ده هنا هيرجعني على موقف القاهرة من هذا الشد والجزم ما بين طهران وتل أبيب. بالطبع ده بيؤثر على الأمن بالنسبة لمصر. يعني إيران يعني إذا تم هناك، يعني إيران كانت تهدد بعض الدول التي سوف يعني تفتح مجالها بالنسبة لإسرائيل، ومن ضمنها بعض الدول الخليجية، ومصر معنية بأمن الخليج بصفة طبعاً أساسية، وهذا ما صرحت مصر به كثيرا. فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ان مصر يعني يمكن ان تبذل جهدا في هذا المجال بما لها من علاقات بين ايران، ويعني هذه العلاقات وان كانت لم يعني تصل بعد الى مستوى العلاقات الدبلوماسيه، لكن يعني حدث بالفعل كان هناك اتصالا من وزير الخارجيه صحيح سامح شكري مع نظيره الايراني، ثم بعد ذلك ايضا اتصالا مع وزير الخارجيه الصهيوني في ذلك الامر. فبالتالي انا اعتقد طبعا يعني ان مصر لن تقف مكتوفه الايدي اذا ما يحدث، وبالتالي ايضا سوف يعني تستخدم ايضا جهودها عبر دول اكثر تاثيرا على الطرفين سواء دول الاتحاد الاوروبي او دول الخليجيه. طيب ده هياخدني على لقاء اليوم ما بين فخامة الرئيس وما بين رئيس الاستخبارات الروسية. هل تعتقد أنه من الوارد أن الروسي يلعبوا دور لخلق تهدئة ما بين طهران وما بين تل أبيب؟ روسيا لديها علاقات بين الطرفين، وبالتالي روسيا أيضا هي أكثر انحيازا لإيران، وهناك تعاون بين روسيا وبين إيران. لا تنسى أن المسيرات التي تستخدمها روسيا في حربها مع إيرانية الصنع هي مسيرات إيرانية، وروسيا يمكن أن تعطل أي قرارات في الأمم المتحدة تدين إيران في هذا الصدد. أعتقد طبعا يعني أن العالم يعني لا يريد حربا إقليمية في منطقة. لا تنسى أن الحروب العالمية أو الحرب العالمية سواء الأولى أو الثانية هي بدأت حروبا إقليمية. طبعا نحن لا نتحدث بأن نقول أننا هذه مقدمة لحرب عالمية ثالثة، لا طبعا يعني
فكرة الحرب العالمية الثالثة هي أصبحت فكرة خيالية، لن يكون هناك حرب عالمية ثالثة، وإلا كانت يعني نشبت إبان الغزو أو الهجمات أو العملية العسكرية ضد أوكرانيا، وبالتالي وهي عملية يعني معضبة، أو على الأقل شكل الحرب العالمية يختلف عن الحربين الأولى والتانية. يعني مسألة الثالثة دي شكل مختلف تماما، لن يكون هناك تورطا مباشرا من القوى الكبرى أو صداما مباشرا من القوى الكبرى، هناك مساعدة وهناك دعم وهناك تعطيل فقط. طبعا طبعا. أنا بشكرك جدا دكتور جمال، كل الشكر دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية.